مرحبا بالضيف أولهم وثاني شرفونا والحضور أغلى هدية من أم عايض ذي على عز وشاني الهلا مليون والترحيب مية. أبتدي بالقول هتنا المعاني جاد بالأفراح فيض التحية. يا علي يهديك عظيمة التهاني غربي للحال يا طير الشدية يا أم عايض زغربي يا أم الحناني عرسها الميمون زغرده قوية. مرحبا بالضيف أولهم والثاني شرفونا والحضور أغلى هدية أم عايض ضي على عز وشاني من أم عايض ضي على عز وشاني الهلا مليون والترحيب مية. مرحبا بكم ورود بالجنان ابتدي بالقول هتنا المعاني جاذب الافراح فيض التحية. يا علي يهديك عظيمة التهاني غربي للحان يا الطير الشدية يا ام عايض زغربي يا ام الحناني عرسها الميمون زغرده قوية. مرحبا بالضيف اولهم والثاني شرفونا والحضور اغلى هدية ام عايض ضي على وشاني من ام عايض ضي على عز وشاني الهلا مليون والترحيب مية. مرحبا فيكم ورود بالجنان فيتنا الصالة مستنى شدية ام عايض الفرح احلى الحزاني كانها الرحمن كالنجم البهية بفريدة يشهد القاصي وداني فوقها عنوان رقتها هوية. يما عايض افرحي وزف الاماني العلي الزين بفرح الزهية يما عايض زغربي يما الحناني انت ظهر للحمل جم العلي يا ابو عايض فيك تحسر المعاني للشدايد انت حمل الاسية وانت ما مدرك ولا مدرك يداني شخصية رمز الشجاعة والمروة من قبيلة مجدها مثل الجبال الحربية مطوعة العصية الف مبروك علي طيب الأمان ظلت أفراحك دوم مستهية يهنى عرسك بقوي يفخر بامتناني لأنك أنت العرس وأفراح البهية. باركوا يا حاضرين زفوا التهاني الورود الشادية الطيبة الندية تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها.